الطاقات الشبابية الفنية ممكن أنه تتوغل في جانب السينما وتنجح؟ أكيد. إحنا طاقاتنا يعني بما أنه أنا طالبة مسرح وطالبة فنون طاقات شبابية يعني فظيعة والله. لو تشوف كمية الإبداع اللي عندهم من أبسط شاب للأكبر شاب مستحيل، مخيفة. بس اللي حد رأى ما مستغليهم بشكل صحيح. الخلل وين؟ بالإنتاج؟ الخلل المؤسسات الراعية؟ الخلل بكل مكان. كل مكان. طيب بس شي على شي بدنا نتطور، شي على شي بدنا ننجز. فأني يعني أنه سعيدة بهذا الإنجاز، سعيدة بهذا التطور. يعني عادي أنه ماكو واحد معصوم عن الغلط، فوين ما تروح تشوف الإخفاقات. طيب حط العين من جو السكتشات والهاي وتروحين إلى مسلسل مطولة أجي أو فيلم سينمائي طويل؟ هو أني هسه دا يعني راح أبلش فيلم سينما، التجربة الأولى حابة هاي التجربة لأن أنا من النوع اللي أحب أنوع. فراح أشتغل أصلاً ويا كادر إيراني. حلو، وإن شاء الله خير إن شاء الله. أكيد يعني أنتوا راح تشوفون جيد. بالشارع شي صحولك؟ عزة هم دقة جنان هواية الأكثر قلب قلبي قلب قلبي هو ما شاء الله الكاركتر اللي ضاف نجومية أكثر. أنا شفت أنه عندك انتقالات بالمشاهد ما بين كبيرة بالسن، صح. ما بين غيورة، ما بين حلو التنوع. يعني أنا من النوع اللي أحب الأشياء التنوع، لأن هو الفنان هيك لازم ما لازم يمشي على نمط معين، لازم أنه يقدم. والحد هذا الشيء وأنا دا أتعلم، والحد هذا الشيء وأقول بعدني إنه ما مقدم. يعني رغم هذا الشغل اللي أنت تشوفه أنا أحس نفسي بعدني ما مقدم، يعني إنه ما مقدم أشياء. يعني عندي طاقات. يعني تشوفين نفسك في مجال التراجيدي؟ طبعًا. جاد. طبعًا. يعني مو ضرورة كوميدي. كمسرح أنا يعني كمسرح اشتغلت جاد هواي على مدى المعهد والكلية. يعني كل شيء يعني اشتغلت جاد أكثر، بس من طلعت للتلفزيون طلعت بكوميديا. شرفنا بيك. تسلم. وأتمنى إن شاء الله نشوفك في أفلام سينمائية راقية. إن شاء الله. تمثلين عراقنا في الجميع. تسلم. شكرا. أشكرك. شكرا. هلا. أمية.